وهم يريدون الآن أن يشارك الناس فقط في الانتخابات. وأول واحد يطلبوا من الأئمة يقول لهم روحوا قولوا للشعب الشعب الجزائري في المنابر. كانوا يقولوا لا المسجد ليس به. ما لكم كيف تحكمون؟ تحلونه عامونه وحرمونه وحرمونه عاما. ما لكم كيف تحكمون؟ والله لو أنهم قالوا لهم بينوا صفات من يجوز له أن يكون حاكما أو منتخبا واتركوا الناس من أراد أن يشارك ومن أراد أن يقاطع لقبل منهم هذا أو لا. لأن الإمام في هذه الحالة يبين صفات الحاكم ولكنه لا يقول للناس انتخبوا هذا أو لا تنتخبوا هذا. هذا دليل على أن النظام الجزائري لا يريد إلا شيء واحد، هي المشاركة ولو بورقة بيضاء حتى يأخذ هذه المشاركة ويذهب إلى كلينتون ويذهب إلى فرنسا ساركوزي ويذهب للاتحاد الأوروبي. ها الشعب الجزائري شارك، باش يزيدوا يضربونا ويزيدوا يهنونا. وبعد 2012 سترون الويل. هذا نظام خداع، هذا نظام خداع يحب يجيب الناس برك يقضي صلاحه وبعد ذلك قال ها انتم انتخبتونا. احذروا ايها الاخوه.